تفضل يا سعد. هذه ابلش تسمح لي ولي اسلم اسلم يا ابو محمد شيء في خاطري أسلم. والله لو انها فيها خصم فمرحب الخصم مليار لا اله الا الله الله يسلم خلاص لا ان شاء الله عقب ذي والله ما عاد لها ان شاء الله ما في خلاص انتهت. اولا الله يجزاك خير الله يرفع قدرك الله ربي يعافيك ويفرح ان شاء الله باولادك ويفرج همك مثل ما فرجتي همي آمين. يشهد الله علي يشهد الله علي والله اني ما اقول وانا اكذب اني كنت مهموم وان كان صدري ضايق وانا جاي من الربع من داخل والله العظيم اني كاني منعمي واني ما ودي حتى كان اجلس هنا كنت ابي ارتاح شافني منصور والله يوم دخلت انت لعثمت انك مثل اللي خذيتي ثلج وحطيتيها على نار فجعل ربي مثل ما فرحتيني ان الله يفرحك بكل امر ويسهل لك كل درب يا رب العالمين الله يرضى عليك والله العظيم اني ما عاد ادري والله وش اني اقول لكن فعلا اللي صار هذه اعظم هديه والله انها اعظم هديه مرت علي في حياتي صدق. الله يجزاك خير الله يفرحك جزاه الله خير والله العظيم اني ما ادري ايش اقول الله يجزاه خير اشهد الله اشهد الله شلت عني هم فعلا اعظم هديه فعلا اعظم هديه يقدمها انسان لانسان الصدقه وخصوصا الصدقه في الوقف يعني في القران الكريم وفي مكه والوالدي الله يا ربي يحسن ذريتك يا رب العالمين امين امين يفرج همك والله العظيم اني ما ادري ايش اقول لكن والله فعلا حتى الدموع تبين لك اللي من كثر فرحي في الموضوع الله يجزاه خير الله يجزاه خير واسف ان كان زعلت بشيء ولا طلع مني قصور ولا من شيء فجاء ربي يرضى عليه والله ان عظيم جميل اذا ادينا عليه في رقبتي واني ودي اعرف من ذا الشخص الله يجزاه وبتعيد في ظهر وغيب الله يجزاه خير الله يجزاه خير يغفر للوالدة ويسكنها وسع جنات افرح يا ابو محمد ترى هي تبغاك تستانس يا اخوي واحد يفرح يا اخي دموع الفرح اذا واحد جاي يا اخي يفكر في اهلك وانت يعني ما تدري جالس ببرنامج ما تدري عن العالم اللي برا وش حالهم وش وضعهم يجي واحد من بعيد ما تدري الا مرسل لك رساله ويجي واحد يفرحك يقول ترى انا دفعنا لاهلك ولوالديك المبلغ الفلاني او الهديه صدق. الفلانيه في وقت فلاني يا اخي وش بالله وش شعورك اذا انتم لانفسكم فرحتوا عاد كيف واحد الناس الميتين صدقت يعني مو فرحوني بس فرحوني في والدي صدقت الله يجزاه خير الله المستعان ورحمة الله يجزاهم خير كل اللي تبرعوا والله يجعلها إن شاء الله عند الله مكتوبة ومثمنة وكبيرة اي والله والزين في الموضوع وشو انه الانسان هذا اللي تصدق عن امي ولا عن ام سعد ما اعرفه انا ولا يعرفون الناس نعم فاعتقادك انه نيته خالص لوجه الله سبحانه وتعالى السلام. الله يجزاهم فتطمئن انه صدقته هذه الخالصة تصل لامك او تصل لاهلك ايوه فاسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك انا يوم جاني اسبوع اللي راح رحت عند المسؤول عن وقف حسن ابي اعرف من اللي تبرع ونفس الحركه قال لي الظاهر واحد ما قال لي الاسماء ما في اسم يعني قعدت والله اني افكر نفس تفكيرك هذا يعني هو ليش سوى زي كذا ليه ابو محمد ابي اقول له انك ترى الشيء هذا اللي جاك اول شيء ترى هذا من ادائك انت ومن طيبتك اللي حنا شفناه والناس شافوا الشيء هذا الله يبيض وجهك يعني غير الكلام من انك انت ادائك والشيء تقدمه هنا رائع هذا دليل ثمار تربية اهلك لك امك وابوك هم اللي ربوك على الشيء هذا اللي طلعك رجال طيب وطيبك شافوه الناس هذا هو الغاية وان شاء الله انه العمل هذا يفرحهم ويجزى اللي تبرع الف خير انا والله اني حاس بشعورك لان الحين مثلا امي وابوي الحمد لله الله يطول بعمارهم على كل خير يفرحهم اشياء كثير بالحياه يوم جت الدروع هذه زادت فرحتهم فرحه انا والله اني ما اخر مره اتصالي بهم يوم جوني زواره بعدها ما شفتهم وبخاطري اني اكلم امي كل الايام اللي راحت بس يوم شفت الدروع جت عرفت انها فرحانه الحين خلاص لاني ابي اشوف ايش اخبارها وايش علومهم كذا عرفت انها فرحانه يوم دريت بشي هذا ارتحت تخيلت ردة فعلها هذا هو تخيلت انها تشوف التلفزيون وتشوف هذا الوالدة وليد ولا يشوف ابوي هذا الوالد وليد ارتحت هنا اول انا اكلمها اقول ها شلون عساني زين انا عسى ادائي كويس عساني عاجبكم يقولوا يمدحون ابطيت ما كلمتهم يمكن خذيت اسبوعين زواره وكذا يوم جاء الدرع قلت ما يحتاج اكلمها لان هذا هو ردة الفعل هذا اللي رد اني شغلي ان شاء الله هنا زين وان تربيتهم واجر فرحهم ابو محمد
أنا أقول لك يعني مثل والدين يمكن يفرح مشي بالحياة، وهذا زود فرحتهم فرحة. أبو محمد إن شاء الله أجرهم السابق والعمل اللي عملوه قبل مستمر معهم للحين، وهذا يبي يكمل فرحتهم فرحة إن شاء الله الحين. آمين آمين آمين. الله يجزاك. الله يهنيك يا أبو محمد. عقبال ما نفرح إن شاء الله بدروع غيرها بإذن الله لنا وللشباب ولكل أموات المسلمين يا رب. سعد مثل الأشياء والله العظيم يا أخي دافع، وهذا دليل على أنك يا أخي وصلت. تعال تعال. والله العظيم هذا دليل على أنك وصلت في حياتي والله. وهذول الناس ترى شوف مثل فاعلة خير صادق يعني ما تبغى شيء يا أخي. والله العظيم حنا كبشر أبسط الأشياء تسعدنا، كلمة شيء خير. أنا والله العظيم لو يعني أنا إذا كلنا بنطلع من البرنامج بينتهي كل الأحوال بينتهي، ما بيبقى لنا إلا اللي حنا سويناه. فتخيل وأنت تقرأ يعني أشياء الناس الردود الأب، والله هذه أشياء تبسط وكل أحد يستانس فيها. وحبوا بعض يا جماعة الخير واعملوا خير لبعض منير كذا نعيش بخير. هذا جاء مليان من زمان. انتشروا انتشروا باعمال الخير. هذا يسعد ترى دليل محبه الناس لك. الله درجه ان محبه الناس متعدده. والله اني احبكم تستاهل والله. واني احبكم كلكم. هذا خير عظيم. والله اني ما بعرف اكره احد. سعد سعد. وهذا خير عظيم. الله يوفقهم ان شاء الله ليتبرع عن امك وابوك. الله يتبرع. وهذا من اسعد الاخبار حقيقه اللي انا وصلتني. والله وانا متاكد ان السعاده اللي جتني انها جتك اعظم. فالله يكتب اجرك ويحفظك ويصبرك. سبقنا بها عكاشه. روق عاد الحين فرحنا بفرحة الدرع وفرحنا بالتدشير.